انا مش عايز اكبره في السن، بس هو اكبر مني في السن الحقيقه، هو الزميل المحترم الاستاذ عبد الله كمال. مساء الخير يا استاذ عبد الله. مساء الخير يا استاذ الدكتور. ازاي ايه تعليق حضرتك على هذا الموضوع؟ بس انا ما عاصرتش، انا طبعا انا تابعت لكن ما عاصرتش. معلش اسف، يعني ممكن يكون اللفظ انا اسف، اقصد سعادتك كنت في الوقت ده يعني مدير تحرير روزا اليوسف تقريبا. اصغر شويه، لكن انا تابعت وبعد كده حققت هذا الامر اكتر من مره، وبما في ذلك المعلومات الدقيقه اللي حضرتك شرحتها من شويه، وهي معلومات واضح دقه مصدرها الاساسي، وبخصوص موضوع الصياغه المصفحه ومحاوله الاغتيال وعمليه عوده الرئيس بجملته المشهوره لف يا ابني وارجع والعباره المعروفه في هذا التوقيت، واعتقد انه يعني اثنين من الشخصيات الامنيه الله يرحمهم المهمين جدا للغايه، سواء اللي قام بالاجراءات الاستباقيه سياده اللواء عمر سليمان الله يرحمه، او رئيس مباحث امن الدوله في هذا التوقيت سياده اللواء احمد العدلي الله يرحمه برضه، ولانه قام بتحقيقات تاليه في هذا الموضوع، وكل كان يعرف انه ليس لاثيوبيا زي ما سيادتك قلت من شويه اي نوع من الـ اي نوع من العلاقه المباشره، علي الصوت شويه يا بيه، اي نوع من انواع العلاقه المباشره بهذه العمليه في هذا التوقيت، وكان ده واضح للسيد الرئيس الاسبق بوضوح شديد وللاجهزه الامنيه في هذا التوقيت. الملفت في الامر هو نقطتين، النقطة اللي هي أنا ما بعيد تقييم مسألة ما كان يقوله الرئيس مبارك بخصوص أنه لا يقوم بعملية ضد معسكرات الإرهابيين في السودان حتى لا يحسب أو لا يظن الأمر على أنه عملية شخصية. في نهاية الأمر الرئيس هو أو سلامة الرئيس هي مسألة أمن قومي، لكن بالتأكيد كان لابد من جهد، ما لا أتكلم عن عمليات عسكرية واسعة، لكن لابد أنه كان من جهد لمواجهة هذه المعسكرات الإرهابية التي أضرت بالسودان وأضرت بوضعنا الأمني، وأعتقد أننا نعاني من أنها تركت بنية تحتية بشكل أو بآخر إلى الآن في السودان، ونعاني من هذا الآن في جنوب السودان. الملفت في النقطة الثانية دكتور توفيق هي ما قاله منذ يومين الأستاذ محمد حسنين هيكل حينما نسب لرئيس الوزراء الأثيوبي السابق الراحل ميري الزناوي أنه قال له أنه المصريون حاولوا أو مبارك أمر بمحاولة اغتياله 3 مرات وأنه تعرض ل3 محاولات للاغتيال. من المعتاد في روايات الأستاذ هيكل أنها دائما ما تستند إلى أشخاص ليسوا على قيد الحياة، ومنهم بالطبع ميري الزناوي، ولا أعرف بالضبط، لم يشر من قبل الأستاذ هيكل إلى اللقاء الذي جمع بينه وبين ميري الزناوي، على الأقل في خلال ال3 سنوات الماضية لم يكن هذا واضحا، وقد نسب هذا الكلام إلى أنه تم بينه وبين ميري الزناوي. النقطة الجوهرية في هذا الكلام هي مش بس عدم وجود الدليل على هذه الرواية الملفقة وغير الصحيحة، وإنما أنه كان يرويها باعتباره يقف في الجانب الآخر، باعتباره مساندا لميري الزناوي وليس باعتباره كاتبا من هذا الوطن، إنما ينظر إلى الأمر حتى ولا ينظر حتى إلى الأمر بمنطق الحياد، وإنما كان يتبنى الرواية التي نسبها إلى ميري الزناوي، ولا أعتقد أنه ميري الزناوي قال بها من قبل ولا أشار بها. هو كان رئيس الوزراء الأثيوبي لديه انزعاج شخصي من رئيس المخابرات الراحل السيد اللواء عمر سليمان لأسباب تتعلق بأنه يتبنى وجهة نظر يدافع بها عن
الأمن القومي المصري، وبالتأكيد هي ليست وجهة نظر شخصية وإنما هي وجهة نظر مؤسسات الدولة، بما في ذلك بالطبع مؤسسة الرئيس والرئيس نفسه. ولكن لغرابة الأمر أن يقوم الأستاذ هيكل برواية الأمر بهذه الطريقة الملفقة، ليس يعني علي أن أنتبه إلى أنه في خلال ال3 سنوات الماضية، على سبيل المثال أنا لا أريد أن أتعرض ال60 سنة الماضية من عمر الأستاذ هيكل، وإنما ال3 سنوات الماضية كان قد قال مجموعة من الأمور التي ثبت بمضي الوقت أنها ملفقة وغير صحيحة ولا تستند إلى، زي ايه كده يا استاذ عبد الله؟ على سبيل المثال مثلا حديثه عن ثروة الرئيس الأسبق باعتبار مبارك بأنها 13 مليار دولار، ووقتها قام رئيس جهاز الكسب غير المشروع باستدعاء صاحب هذه الرواية وهو الأستاذ هيكل لكي يحقق في كلامه ويسأله عن تفاصيل هذه الأرقام وإلى أي مصادر استند، ثم تبين أنه الكاتب الكبير بجلاء قدره إنما لم تكن لديه أي معلومات دقيقة ولم تكن لديه مصادر موثقة، وقال في التحقيق أنه قد ظن وأنه قد حسب وأنه سمع تقارير وأشياء من هذا القبيل. في عصر الرئيس السادات يا دكتور توفيق كما يذكر الجميع أجرى جهاز المدعي الاشتراكي تحقيقا مع محمد حسنين هيكل، وقد صدر هذا في كتاب، و أتمنى عليه أنه يصدر أيضا في كتاب وقائع التحقيق اللي تمت بينه وبين رئيس جهاز الكسب غير المشروع، واللي فيها انه كان يقول اي كلام وكان يقول اي تفاصيل. وبالمناسبه كراهيته الشديده للرئيس الاسبق تدفعه لان يقول كلاما دائما يبدو يتبين انه غير صحيح. وفي هذا السياق مثلا ظهر في التلفزيون المصري في وقت مبكر بعد 25 يناير واتهم الرئيس وهو في شرم الشيخ بأنه إنما يقوم بالتحريض وإنما يقوم بأن ب ب ب بأمور ضد لا كان ومتهيألي كان بيقول إن الفريق شفيق بياخد تعليماته من شرم الشيخ، وإن الفريق شفيق بياخد تعليماته من شرم الشيخ وهو رئيس الوزراء مصر في ذلك الوقت، كان رئيس الوزراء في هذا الوقت بالضبط حضرتك تعرف. وطبعا أثبتت الأيام أن هذا الكلام كان لغوا فارغا وكان تلفيقا كاملا. أنا آسف طبعا أن أنا بتكلم يعني بكون جيد في التعبير عن نفسي باللغة الأقرب للفصحى ومش عارف أقول العامية لا، فأنت والله العظيم يا أستاذ عبد الله أنا جاي لي رسالة لسه من شوية بيقولوا لي أنت بدأت باللغة العربية عشان خاطر نقلب وديها عمي يا عم خلينا مصطبة، فمعلش عشان خاطر يعني حاول تخليها شوية كده بسيط. حاسب لك الترجمة يا دكتور عينين. لكن نعود إلى الأمر الأهم، فهو أنه موضوع أثيوبيا هو موضوع شديد الأهمية والحيوية لأمننا القومي، وينبغي حتى على الأشخاص الذين لديهم وجهات نظر مختلفة أو معارضة أو يريدون أن يظهروا كما لو أنهم معارضين أو يريدون يا دكتور أنهم يبانوا أنهم كانوا معارضين لأنهم دلوقتي مش معارضين، فبيستدعوا المعارضة القديمة علشان يفكروا الناس بيها، بينما هم الآن يحاولون التقرب من السلطة أو الجديدة أو القادمة ربنا معاهم يعني. فهؤلاء الناس عليهم أن ينتبهوا إلى أن ملفات الأمن القومي الكبرى لن نعلمهم وقد بلغوا من العمر كثيرا، إنه بلغوا من الكبر عتية. والله أنا يعني مش عايز أستخدم الآية في هذا النص بالتحديد، لكن عايز أقول إنه يعني موضوعات الأمن القومي لا يصلح فيها هذا الهرج والمرج، حتى لو كانت أحد أبطالها شخص لا تقبله أو لديك كراهية شخصية فيه، نحن علينا نتعامل بمنتهى الجدية مع مثل هذه الموضوعات، ولا أعتقد
انه الاستاذ هيكل يعني اتمنى كان يقصد ان يتبنى روايه ميل الزناوي التي لا اعتقد انه ميل الزناوي قالها اصلا. والله انا يا استاذ عبد الله الحقيقه اعتقد ان الزناوي اساسا ما يعرفش هيكل، يعني انا ما اعرفش، عندي احساس بكده ان هو لا يعرفه ولا التقى بيه، يعني يعني انا عندي هذا الاحساس، لان انا بيني وبينك يا استاذ عبد الله بعد عمليه محاوله اختيار الرئيس الاسبق مبارك بفتره بسيطه كده انا سافرت لاثيوبيا اعمل ابحاث ودراسات هناك، فرحت حوالي 3 مرات، كل مره قعدت فيها حوالي 21 يوم، فعيشت الوسط الاثيوبي كويس جدا، فربما يعني ربما اكون لدي معلومه ان اساسا هو ما يعرفوش اصلا. والله يا دكتور انا ادعوك الا ترتكب نفس الخطا الذي وقع فيه الاستاذ هيكل، طالما انت لو كنت قابلت ميل الزناوي يبقى من حقك تقول. لا ما قابلتوش الحقيقه انا. يبقى ما قابلتوش يبقى خلاص ما نقولش احنا، انا اقدر اقول بناء على روايتك ان انا استشهد من هذا الكلام بانك اكيد عرفت قد ايه طيبه الشعب الاثيوبي جدا وقد ايه هؤلاء الناس يجوز التفاهم معهم وبناء العلاقات معهم ومع شعبهم ومع حكومتهم، وباليقين انه لو كان في 3 محاولات لاغتيال رئيس وزرائهم كان قد اعلن عنها وكان قد تم التنبيه ليها، وما فيش حاجه بتستخبى في هذا العالم الا اذا كانت بس بتستخبى وتظهر فجاه عند الاستاذ هيكل بعد ما يموت الشهود. نعم نعم. أنا الحقيقة بشكر الزميل والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الله كمان، واللي هو أثار حاجة مهمة جدا، قال إيه؟ قال إن كل أبوك الحاج هيكل يا أخي كل ما يجي يتكلم عن واحد يبقى الواحد ما، طب هنسأله إزاي يا جدع؟ يقول لك روح له التراب بقى، نروح له إحنا بقى المقابر نسأله، اللي بيقول أبويا الحاج هيكل ده مظبوط يا مرحوم يا سيادة المرحوم ولا لأ؟ بأي خدمة؟ يعني كلام واضح جدا، وخاصة ان يعني في روايات اخرى يعني مواضيع تانية. الحقيقة انا ما بتابعش الاستاذ هيكل لاني اساسا عارف ان هو بيضرب حاجات كتير قوي، فانا ما بتابعوش، ولكن اللي انا اللي انا عايز اعرفه يعني قبل ما اطلع فاصل في سؤال عايز اعرفه، البرنامج اللي بتعمله السيدة لميس الحديدي مع هيكل، مصر من أين وإلى أين؟ هل هيكل شاري وقت من قناة السي بي سي؟ يعني واخد دافع فلوس وشاري وقت وطالب إن المذيعة، هي مش مذيعة طبعا هي صحفية، الأستاذة السيدة لميس الحديدي هي اللي تجري معاه اللقاء، ولا قناة السي بي سي هي اللي عاملة هذا البرنامج وبتدفع لهيكل فلوس؟ عايزين نعرف. اولا هيكل ما بيطلعش البرنامج الا اذا كان هو عايز هيشتري الوقت، وما اتصورش ان هو بيشتري او بياخد فلوس، فانا عايز قناة السي بي سي كده تطلع بيان جميل تقول لنا هيكل شاري منهم وقت، نعرف ان هو برنامج اعلاني، راجل بيتكلم عن نفسه وعن مغامراته في ادغال افريقيا، و او تقول ان البرنامج ده انتاج القناه وان احنا بندي اجر لمحمد حسنين هيكل اجر ضيف في كل حلقه عشان الناس تعرف ما هي حقيقه هذا الامر، لان ده موضوع مهم جدا، لان هو بيضرب حاجات كتير جدا. موضوع ال 13 مليار بتوع ثروه مبارك اللي هو بيقول عليهم دول، طيب جهاز الكسب غير المشروع ما استدعاش هيكل ليه يساله على ثروه ابنه وجوز بنته واخت جوز بنته واخو جوز بنته واخو مرات ابنه، طبعا كلها اسماء على الورق لكن الاصل لهيكل اللي قيمتها 8 مليار و300 مليون دولار، وانا طلعت المستندات انا ما افتتش، ومستندات رسميه ثابته
وموجود النسخة التانية في هيئة الاستثمار في وزارة الاستثمار. يا ده عملوا ما فيش شركة في الدنيا ما عملوهاش، ده عاملين شركة لتنظيف الفراخ، شركة تنظيف فراخ، وعاملين شركة لتغليف الفراخ، وشركة لذبح الفراخ، وشركة لبيع الفراخ، وفي الآخر نبي الكلمة ورسولها هيك. يا خرابي بقى، ولمس قاعدة بقى تسمع، يا سلام، انصات غير عاد. انا الحقيقة ما اتفرجتش، ده هو عز قبل ما يجيب لي القصة دي قلت له طب سمعها لي كده، فجابها لي من على النت، فانا بصيت على الحتة دي بس يعني من على النت، واخد بالك، فشفتها، انما انا اتفرج على مصر من اين والى اين بهيكل؟ طب ويعرف هيكل الاول باب بيته منين، بيخرج منه منين، والدخول منين، خروج والدخول الاول يعرف بيته، وبعدين يبقى يجي يتكلم على مصر من اين والى اين. يا استاذنا يا استاذ هيكل، انت راجل كبير وراجل احنا بنحترم سنك الحقيقه احترام شديد، احترام السن. كفايه بقى. الله يرحمه اسامه انور عكاش، كان المفروض انت تكتب سيناريو وحوار مكان، راجل كان بيتخيل مسلسلات جميله قوي زي ليالي الحلميه وزي ارابيسك وزي فضل مع الداوي. انا ما اعرفش انت ما عملت ازاي وليه. طب انا عايز اطلب الاستاذ وحيد حامد اساله، اقول له يا استاذ وحيد، هو هيك ما بيكتبش سيناريو وحوار ليه؟ يعني لما نعمل مسلسلات يعني مقبوله، تخيل بتاع تصور مش عارف ايه بينعكس، انما نتكلم على انه حقيقه ومعقيقه ونعمل كتاب. رحم الله السادات اعظم من حكم مصر، اراه بعد سنتين قال له شكرا يا حبيبي، جود باي، ما اشوفكش هنا ابدا، لانه اكتشف ان واحد بيألف وكان هيودي السادات في نصيب. فاصل وارجع لكم تاني.